نروح للرياضة والأهلي. من اليوم السابع الأهلي يرفض شروط فيوتشر للموافقة على بيع محمد رضا لاعب خط وسط الفريق الأول في فيوتشر بسبب مغالاة نادي فيوتشر في طلباته المادية. واشترط الأهلي تخفيض هذه المطالبات المادية من أجل استئناف المفاوضات والموافقة على ضم اللاعب. الأهلي عرض 15 مليون جنيه والفيوتشر رفض. تمام قراءتك للمشهد إيه؟ تمام انا هقرا مشهد من الاخر بس عشان المشاهد اللي شايفنا هيقول لك انت بتتكلم على رضا بوب يا عم، بتتكلم على ماتش امبارح. تمام، فامبارح الاهلي كان عنده ماتش مهم جدا، مش مهم، كان عنده مباراه تحصيل حاصل في مباراه مؤجله من الدوري العام مع بيراميدز، والاهلي خسر 3-0. يمكن كل الناس اللي شافت الماتش قالت انه تشكيل خاطئ من كولر، استهتار بفريق كبير زي بيراميدز، والماتش انتهى 3. ناس اهلاويه كتير تقول لك لا، طب ما احنا قابلنا بيراميدز 4 مرات السنه دي، المره الاولى خسروا، بيراميدز خسر 3-0، في المره الثانيه كانت على نهائي كاس مصر والاهلي كسب 2-1 وخد البطولة. المباراة الثالثة كانت في السوبر المصري لما الزمالك اعتذر وانسحب من البطولة وبيراميدز كان هو البديل، والأهلي كسب برضو، خد بطولتين من بيراميدز، خد الكاس وخد كاس السوبر. فالمباراة امبارح بعد ما انتهى الموسم وخلاص الأهلي حسم البطولة من بدري. نرجع للي حضرتك قلتيه، رضا بابو فيوتشر طالب 60 مليون جنيه، هو رقم كبير جدا. الأهلي وقف الرقم عند 25 مليون مع إعارة 2 من لاعبي نادي الأهلي. الباب موارب لو استجابت إدارة فيوتشر لطلب النادي الأهلي. أهلا ببابو، ما بس المسافة استجابتش. كبيرة يعني من 25 لل 80 دي، فأنت تتوقع إنه الفيوتشر فعلا هيوافق على عرض الأهلي، خاصة إنه هو الفيوتشر محتاج فعلا لضم لاعبين يعني. طبعا هو الأهلي، هل الأهلي محتاج بوبو؟ الأهلي محتاج بوبو. طب هذا اللاعب هل رغبته هي الانتقال للنادي الأهلي؟ رغبته، هو بلغ الإدارة بيها. لكن هنا بنرجع للمقابل المادي المطلوب، هو رقم كبير جدا ومغالى فيه ومبالغ فيه، رقم ضخم جدا على اللاعب. تمام، الأهلي مش هيزود عن 25 مليون، ولو استجابت إدارة فيوتشر هيكون موجود ضمن صفوف الفريق هذا الموسم. ما استجابتش خلاص، خليك في فريقك وتعامل يعني.